مرحبا أصدقائي في قناة العافية التقنية، أسعد الله أوقاتكم في كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والله يتقبل منا ويجعلنا من المقبولين في رمضان والفائزين في رمضان والفائزين بالمغفرة في رمضان. حاب أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله عيد الفطر إن شاء الله بعد 2 3 أيام، وحبيت أكون أول شخص أعيدكم عيد الفطر. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السبب إنه أنا بعيد عنكم، أول شيء بسبب ظروف عملي هي أولا، وثانيا بسبب إني أنا مشغول بأمور أخرى، يعني فينا نقول دخل ثاني غير التطبيقات، يعني مثلا خلينا نحكي على بلاطة، العملات الرقمية والأمور هاي. طبعا أستاذ حسن الحلبي الله يجزيه خير، الكورس الرائع الجميل إن شاء الله يا رب نتوفق فيه. والسبب الثالث أصدقائي رمضان وأمور رمضان، ويعني حتى نعمل شيء ولو قليل اتجاه رب العالمين، احنا مقصرين اتجاه رب العالمين، كلياتنا من نوجر، اللي مش مقصر الله يبارك فيه، ولكن انا بحكي عن نفسي احنا كتير مقصرين اتجاه رب العالمين. المهم حاولنا قدر المستطاع، الله ان شاء الله يتقبل منا. طبعا رمضان بعد 2 أيام يفارقنا، ونحن يعني عن جد يعني وفي يعني دخلنا من جواتي في غصة، لأنه جد جد رمضان ما في أحلى منه، في رمضان كريم، في الرزق، كده أحكي لكم، في عن جد البركة. لذلك فيديو لليوم أصدقائي حكيت فيه كثير، هلا إذا أنت بتمل وما حاب تشوف الفيديو اطلع من الفيديو مباشرة، أنا ما عندي أي مشكلة. أنا عملت هذا الفيديو لحتى أثبت أو أحكي للناس اللي ما اشتغلت على تطبيقات رمضان عبر موبيزي أنت خسران. وهذا الكلام حكيته من شهر 12، وأنا أقولكم يا جماعة الخير رمضان بعد 3 شهور، يا جماعة الخير اعملوا تطبيقات رمضان، الترند جاي رمضان رمضان رمضان، طلع على لساني شعر وأنا أقولكم رمضان. الحمد لله رب العالمين، أنا اللي سمع كلامي اتوفى، اللي ما سمعش كلامي هذا في برجع له. فإذا اللهم لك الحمد، عملت أنا تطبيقات رمضانية عن موبيزي، عفوا من موبيزي، تطبيقات موبيزي، والحمد لله رب العالمين جبت أرباح، يعني اللهم لك الحمد. ما بدي أحكيها لمشان الحسد والعين، لأنه الناس بتصيب بالعين خاصة في زماننا هاد، لا بسمو ولا بقولوا اللهم صل على سيدنا محمد، عشان هيك انا ما حكشف ارباحي، لانه جربتها سابقا كشفت ارباحي وصار اللي صار. المهم الحمد لله، الله نعم علينا، اللهم لك الحمد، وقل اعوذ برب الفلق، ارباح مرتبه من تطبيقات موبيزي في رمضان، اللهم لك الحمد، قل اعوذ برب الفلق. تمام. شو هدف هذا الفيديو؟ انا هذا الفيديو اصدقائي مشان احكي لك شو الخطة الاستراتيجية اللي أنا مشيت عليها، ورجاء امشي عليها أنت في شغلك على التطبيقات. أنا بعيد عن التطبيقات شوي، ولكن ركزت عليها في رمضان، ركزت منيح، ولكن أنا عم بساعدك لحتى أنت تبلش تعرف كيف تشتغل على التطبيقات. من مراجعتي للبوستات اللي عم تنعرض على موبيزي والأسئلة اللي بتنطرحها موبيزي، قلت لازم أعمل هذا الفيديو اللي هو كيف حققت أرباح من تطبيقات موبيزي في رمضان، أو الاستراتيجية اللي مشيت عليها وأنت عشان تبدأ تمشي عليها يا صديقي. أولا خلينا نبدأ فيها. أولا شو كان الترند يا صديقي رمضان؟ إذا أنت يا صديقي بدك تشتغل على الترند. شو يعني ترند؟ هلا في ناس بتقول لك ما في ترند بالتطبيقات، لا حبيبي مش ما في ترند،
في اشي موسم، اشي اسمه موسم. يعني احنا هلا عندنا موسم رمضان، عندك موسم عيد الاضحى، عفوا موسم عيد الفطر. واللي ما عملش تطبيقات من عيد الفطر بحب اقول لك يا صديقي انت فاشل. لانه صحيح عيد الفطر 4 ايام او 3 ايام، 3 ايام، ولكن كتير ناس عم بتنزل بتعايد بعض بعيد الفطر، بتبحث عن تطبيقات ارسال رسائل تهنئة بعيد الفطر، او صور تهنئة بعيد الفطر، او ملصقات تهنئة بعيد الفطر. فاذا انت ما استغلت هذا الشيء بحب اقول لك انك انت انسان ما بتعرف تشتغل. تمام. ف اللي بنحكي فيه انسى رمضان، حط رمضان على جنب. الترند صديقي، دايما فكر بالترند. انت اقعد بينك وبين نفسك، التطبيقات شغل 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 يا صديقي. اقعد بينك وبين نفسك، حكيتها كتير بفيديوهاتي. انت عندك تطبيقات ممكن تشتغل عليها وتجيب لك ارباح. ابعدنا عن تطبيقات الجايد يا اعزائي، تطبيقات الجايد انحرقت سوقا، انحرقت بجوجل بلاي. صار جوجل يعرف هاي التطبيقات ويعرف شو هدفها. ابعد عن هاي التطبيقات. تمام. انا عم بعمل لك هذا الفيديو كمساعدة للناس اللي عم تشتغل على موبيزي، والناس اللي بديت من جديد على موبيزي، لانه كتير بنطرح سؤال شو في ممكن تطبيقات نعملها على موبيزي، وكيف نربح من موبيزي، وكيف نربح من التطبيقات الى اخره. فاذا الاستراتيجية اللي مشيت عليها اول شيء انا رمضان، حكيت هذا الموضوع من شهر 12. من شهر 12 لحد بدا رمضان وانا شغال موضوع تطبيقات رمضان، والحمد لله في تطبيقات جابت لي تنزيلات بالهبل الحمد لله. هلا في ناس حتقول لك انت ما بعد رمضان حيحذفوه، ما انت كون ذكي يا صديقي. لما يخلص رمضان حاول انك انت دايما ابعت اشعارات للمستخدمين، غير باسم التطبيق، حط لوجو بحكي عن، بدناش نقول رمضان، بحكي عن الاسلام بشكل عام. غير محتوى التطبيق، حط شغلات مش فقط لرمضان، حط مثلا قرآن، ادعي، يعني يكون ذكي شوي. تمام. هلا اوكي حتخف التفاعل داخل التطبيق، انا معك، ولكن انت تكون اذكى من الناس اللي بتشتغل او اللي بتستخدم تطبيقك. حاول تضيف كتير امور داخل التطبيق. يعني مثلا انا حكيت عن موضوع انك انت فيك تعمل العاب على موبيزي، وهحكي فيها هلا موضوع الالعاب اللي ضافوها جديد على موبيزي ان شاء الله هحكي فيها. تمام. في تعمل العاب حكيت فيها HTML، اسئله رمضانيه، اسئله تعليميه، في عندك الكويز، في عندك، المهم. فهاي هي كان اول استراتيجيه مشيت فيها اللي هي الترند، مشيت على موضوع الترند. هلا شو اللي جاي ترند؟ انا بدي افيدك يا عزيزي. اللي جاي الترند عندك عيد الاضحى، عيد الاضحى بعد 60 يوم من رمضان او تقريبا شهرين. فانت من هلا يا عزيزي ابدا اعمل تطبيقات عن عيد الاضحى. هذا موسم عندك من قبل رمضان، رمضان، عيد الفطر، لعيد الاضحى. انت ممكن تحقق ارباح تفيدك لثلاث اربع خمس شهور لقدام. بعد 3 4 5 شهور قدام بيجي عندك كمان بعض المناسبات، المولد النبوي، رأس السنة الهجرية، إن شاء الله الله يعطينا طولة العمر، كتير أمور حنحكي فيها إن شاء الله لقدام. المهم، فهاي أول استراتيجية مشينا فيها، إنه أنا بحثت عن الترند والتطبيقات اللي هي ممكن تجيب لي أرباح واللي الناس حتبحث عنها جدا جدا جدا. وصدقوني يا صديقي، انتوا لو رحتوا على جوجل وكتبتوا بس كلمة رمضان حيطلع عندكم كتير افكار عن رمضان. شو عملت انا؟ بترند رمضان ثانيا بحثت عن اكثر الكلمات المستخدمة عن رمضان. كيف بحثت؟ رحت على جوجل كتبت بس كلمة رمضان، طلع معي كتير كلمات تحكي عن رمضان. مسكت هاي الكلمات ركبتها بجملة وعملت تطبيقات عنها. مثلا أعطيكم مثال بسيط، خلفيات رمضان، خلفيات رمضان عالية الدقة، خلفيات رمضان
اتش دي، خلفيات رمضان 2024، خلفيات شهر رمضان المبارك 2024، خلفيات رمضان 2000 منوعة، خلفيات رمضان متنوعة، خلفيات رمضان إسلامية، خلفيات رمضان بيطلع معك كثير أمور. تمام، طبعا أنت بهاي الأدوات بعد ما تلاقي اسم التطبيق بدك ننتقل للشغلة التالتة، اللي أنت بعد ما تبحث عن الكلمات الأكثر مستخدمة في جوجل وتركبها بجملة وتعمل تطبيق عنها، نيجي على ثالثا استغلال هذه الكلمات لنقول المفتاحية في وصف تطبيقات، وصف تطبيقات. طيب انت يا عزيزي عملت تطبيق، خليني انا افرجي شيء. اسم التطبيق خلينا نقول خلفيات رمضان 2024، اسم التطبيق هيك. نيجي على الوصف، رمضان بشكل عام او رمضان 2024 ترند كان، فانت بطريقة ذكية بدك تحاول تحط كلمات المفتاحية هاي داخل الوصف تبعك بحيث ما يكون في تكرار ولكن بجملة مفيدة. تيجي بتقول مثلا خلفيات رمضان 2024 هو تطبيق شهر، شوف 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 شهر، عفوا شهر رمضان المبارك 2024. شو عملت أنا؟ أخذت الخلفيات ضفتها وضفت شهر رمضان مبارك 2024 لأنه كان ترند وكان عليه بحث هائل على جوجل وعلى جوجل بلاي وعلى جوجل سيرش. يعني أنا ضفت شهر رمضان المبارك بالوصف وخليته يجي بجملة مفيدة، وخليت لما أي حدا يكتب شهر رمضان المبارك 2024 بعد ما يتأرشف تطبيقي يطلع معه تطبيقي تبع اللي هو خلفية رمضان 2024. تمام، ويتناول، شوف 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 الطريقة، ويتناول خلفيات رمضانية. هلا شوف كيف أنا عم بجيب لك الجملة، ويتناول خلفيات رمضانية عن أدعيتها رمضان 2024. شو ضفت يا عزيزي؟ أدعية رمضان 2024. شوف السر بكتابة الوصف، شوف أنا عم بعلم للناس الجديدة أو الناس اللي لساتها بعد عم تشتغل على التطبيقات تعرف كيف تختار كلمات مفتاحية وكيف تحشيها حشي، سوري من الكلمة، أو يعني كده أحكي لك داخل الوصف تبع التطبيق. استغليت أدعية رمضان 2024، لو رحنا على جوجل بلاي وعلى جوجل سيرش بحثنا عن أدعية رمضان 2024 هنلاقي إنه هاي الكلمة عليها بحث هائل كان قبل رمضان وخلال رمضان شهر رمضان المبارك. تمام، فهاي هي أصدقائي اللي أنا قصدت فيها استغلال هذه الكلمات المفتاحية في وصف التطبيقات. تمام، هيك خلصنا البند الثالث. شو حكينا من الأول؟ رمضان أو الترند. ثانيا بحثت عن أكثر الكلمات المستخدمة عن رمضان واستغليت هاي الكلمات المفتاحية في وصف التطبيقات. رابعا شوف هالسر يا عزيزي، شوف هالسر، شوف هالسر، رحت على جوجل بلاي بحثت عن أكثر التطبيقات شهرة عن رمضان المبارك. روحت على جوجل بلاي شوف التطبيقات عليها بحث هائل وعليها تنزيلات هائلة، روحت شو عملت؟ عملت تطبيقات شبيهة إلها. هلا إذا كانت تطبيقات برمجي أنت هون بدك تعرف كيف تعمل نفس التطبيقات على موبيزي، ولكن أنا ما اخترت تطبيقات البرمجة الصعبة، اخترت تطبيقات اللي هي شفتها عليها يعني كتير مشهورة على موبيزي اللي بتحكي، عفوا عن في جوجل اللي بتحكي عن رمضان. من ضمن هاي التطبيقات واللي حكيت فيها بفيديو من سنة تقريبا، إمساكية
رمضان 2024. حكينا بفيديو سابق 2023، أنا كان لازم أعمل فيديو ولكن ما صحر لي. رحت عملت تطبيق إمساكية رمضان 2024 عن طريق HTML، ضفت لكل دولة من الدول إمساكيتها وضفته وعملت واشتغلت على هذا الموضوع، وشفت إنه إمساكية رمضان عليها طلب هائل جدا 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 جدا. والحمد لله جابت تنزيلات مرتبة وأرباح مرتبة، قل أعوذ برب الفلق. مش بس هيك، شفنا من إمساكيات، جينا مثلا أدعية رمضان، رحت فت على تطبيقات وناس عاملين تطبيقات على موبيزي على فكرة مش برمجي كمان. طب أنا ليش ما بعمل نفس هاي التطبيقات ونفس اسم هاي التطبيقات منشان أكون متصدر معهم وزي ما بقولوا أمشي مع المركب؟ مش غلط يعني. أنت لما تيجي تعمل أدعية رمضان 2024 تمام، وواحد غيرك عامل أدعية رمضان 2024، جوجل ما هيحاسبك لأنه هي أدعية رمضان، مش لا هي حقوق ولا هي حقوق طبع ونشر ولا هم يحزنون تمام. فلذلك أصدقائي، يعني هدول أكتر 4 شغلات اشتغلت عليها. وخامسا أضيفك من الشعر بيت، خامسا مشان أنا أعلم الناس اللي عم تشتغل على موبيزي، طلعت على السكرين شوتس اللي هن عاملينها. خامسا الاطلاع على سكرين شوت ولوجو التطبيقات الرمضانية. شفت أنا التطبيقات هاي، طب ليش مشهورة؟ خليني أشوف السكرين شوت كيف عاملينها. أخذت فكرة، جبت ورقة وقلم، صورت، جبت تليفوني، خليني أصور هذا اللوجو، أصور هاي السكرين شوت وسيفتها. مش بس صورت، سيفتها عندي على التليفون سكرين شوتس، وسيفت هاي السكرين والسكرين شوتس تاعت هاي التطبيقات عندي على اللابتوب، وصرت أعمل زيها. ليش؟ لأنه سكرين شوت مهم جدا 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 لحتى تشجع المستخدم وتخليه يحمل تطبيقك. تمام. سادسا، واللي هاي مهمة جدا جدا، ضفت إعلانات الناتف في تطبيقات موبيزي على أناشيد داخل التطبيق موبيزي. طبعا إعلان الناتف كلياتكم بتعرفوه، أو اللي اشتغل على موبيزي جديد، اللي هو إعلان بكون بين كل شو اسمه هذا ملف صوتي بتطبيقات موبيزي. تمام، هذا الفيديو عم بدي عم بحكيكو كشرح كيف انت ممكن تعرف تشتغل على موبيزي. سادسا اضفت اعلانات الناتف واعلانات المكافأة بحيث انه جوجل ما يعمل لك مشاكل. اعلانات المكافأة طبعا احنا كلنا بنعرف شو اعلانات المكافأة واعلانات الناتف، وضفت اعلان فتح التطبيق. طبعا المشترك بإعلان بموبيزي بيعرف شو هو إعلان فتح التطبيق، وضفت كتير أمور. المهم الفكرة إنك أنت استغل الإعلانات الموجودة عندك التطبيق بحيث إنه كمان ما تخلي جوجل يحط نقطة عليك ويعمل لك مشاكل لما يقول، أو مثلا يجي آدمو بيقول لك الإعلانات أكثر من المحتوى، فأنت انتبه من هاي النقطة. فالفكرة وين أصدقائي؟ أنا عم بشرح بشكل عام كيف حققت 4 من تطبيقات موبيزي وشو اشتغلت عليه بالضبط. تمام. خليني أوقف الفيديو شوي لحتى أفرجيكو هذا الكلام كله اللي أنا شو بقصده. شوف يا عزيزي، رحت على جوجل، حبيبنا جوجل، على صفحة جوجل، كتبت رمضان 2024، هذا الكلام اللي أنا بقول لك عنه، شفته هذا كليات الكلام، اكتبه واستفيد منه وحطه بالوصف، بدي أسألك سؤال،
هل حدا منكم فكر يعمل تطبيق ليلة القدر؟ انتوا بتعرفوا انه تطبيق ليلة القدر كان او ليلة القدر كان عليها بحث هائل خلال هذا الاسبوع؟ هل حدا منكم عمل تطبيق العشر الاواخر في رمضان؟ هل حدا منكم حط هاي الجملة العشر الاواخر في رمضان بالوصف؟ هل حدا منكم حط كلمة ليلة القدر في الوصف تبعه؟ طبعا لا. أو في ناس حطتها، ممكن في ناس لا. فاللي بقصده، شفتوا هاي الكلمات؟ حطوها بالوصف تاع التطبيق يا عزيزي، مش شرط رمضان. انت مثلا بدك تعمل تطبيق يا اخي، لين عيد الاضحى، تعال عيد الاضحى. أنا باللغة العربية شوي للمبارك، أقول لك عيد الأضحى. متى عيد الأضحى 2024؟ بحشيه بالوصف كيف ما كان بحطه بالوصف. موضوع عيد الأضحى، على فكرة بحكيكم عن أداة مهمة جدا جدا، اللي هي جيرانك. شفتوها هاي جيرانك؟ حملوها عندكم على كروم، بتعطيكوا أكثر الكلمات بحثا عن اي كلمة مفتاحية انت حطيتها هون. في شو اعطاني؟ فيك تعمل لك كوبي بتروح تحطها بالوصف. موضوع عيد الاضحى قصير، تعريف عيد الاضحى للاطفال، تاريخ عيد الاضحى، عيد الاضحى للمغرب، موضوع تعبير عن عيد الاضحى، موعد عيد الفطر. هاي اداة جيرانك ممتازة جدا 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 جدا، بتحط عندك على كروم، بتعطيك الكلمات الاكثر بحثا على جوجل او بالمتصفحات بشكل عام. طيب خليك شوي، خليك معي، ركز معي، ركز معي. تعال 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 تعال، انزل لتحت شوي، انزل لتحت، انزل انزل. ريليتد سيرتشز، عفوا سيرتشز، لانه صايم وبلاش تخبص. ريليتد سيرتشز يا عزائي، شفتوها هاي؟ هل حدا منكم فكر يحط هاي او يوقظ هاي الكلمات المفتاحية ويعمل عنها تطبيق؟ يا أخي كان فيك تعمل تاريخ عيد الأضحى، كان فيك تعمل عيد الأضحى المبارك 2024، وتحط هاي الكلمات المفتاحية يا صديقي بالوصف تبعك. أنا عم بعطيك كلام ذهب، بعطيك عن تجربة سنين، مش عم بعطيك كلام بالهواء. إذا حدا عنده أي شيء يغلطني بالكلام اللي أنا بحكيه، يقول لي يا أبو لارا كلامك أنت غلط 100%. أنا عم بحكيك عن تجربة وأنا جربتها والحمد لله رب العالمين جابت نتيجتها. فهذا الكلام اللي انا قصدي فيه يا عزيزي، بحثت شفت، شفت والله عيد الاضحى المبارك مثلا، والله علي مثلا متى عيد الاضحى المبارك، بحط مثلا، بديش اقول متى عيد الاضحى، بحط عيد الاضحى المبارك او عيد الاضحى 2024، تطبيق بسميه عيد الاضحى 2024، بحط انا شيء عيد الاضحى، بحط صور عيد الاضحى، هدايا عيد الاضحى، تهاني عيد الاضحى. والله اذا بكتب لكم ليستر ليستة ليستة مو ليستة التطبيقات انت ممكن تعملها من هون لعيد الاضحى عندك بعد شهرين، استغلها يا عزيزي. بعرف الفيديو طول، ولكن كان من المهم اشرح عن آلية او استراتيجية اللي انا مشيت عليها لما عملت تطبيقات رمضانية عن طريق موبيزي. الله يجزيهم الخير، جابت لي ارباح، اللهم لك الحمد. لا يعني ارباح، خلينا نقول لثلاث اربع شهور لقدام، تمام. والحمد لله شغال، يعني لسه الامور الحمد لله شغالة. فهذا كان الفيديو لليوم، وانا حبيت بس احكي هذا الكلام للناس اللي عم تشتغل على موبيزي واللي بتسال كثير اسئله. يا ابو لارا منين نجيب افكار تطبيقات؟ يا ابو لارا كيف نجيب كلمات مفتاحيه؟ وكيف نحط كلمات مفتاحيه بالوصف؟ وما بعرف شو ما بعرف شو. هاي شرحت لك اياها انا بشكل مبسط بشكل فريد، انك انت ممكن تقدر تشتغل على هذا الموضوع. وهذا الفيديو عن جد مهم، مهم كثير 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 للناس اللي عم تشتغل على التطبيقات، كلام ذهب. وبما انه طلع بنترست بوجهنا يا جماعة الخير، انا كل صوري اقول لك يا من الاخر من بنترست، كل صوري جماعة بجيبها من بنترست. انا عملت تطبيق، بديش اسمي شو اسم التطبيق، بس من ضمنهم موضوع خلفيات رمضان، جبت
اكثر من 500 صوره من بنترست حطيتها بتطبيق وانقبلوا ما شاء الله عليه عليه تحميلات واموره تمام واموره طيبه من بنترست لحاله. اللي بقول لك بنترست عليه حقوق بقول له كل هوا. بنترست انا جبت صور من بنترست لا تطبيقين او ثلاث تطبيقات رمضانيه لا ثلاثه يمكن ايوه من بنترست وحطيتها بتطبيقي وكل يوم بضيف صور كل يوم من بنترست. ما فاضي على ادور وما فاضي على اخترع صور لانه انا ما عندي وقت. جبت من بنترست وحطيت صور واموره تمام، ولكن بدك تفهم نقطة مهمة جدا، بنترست ما تختار الصور اللي عليها لوجو او اسم صاحب الصورة. اختار الصور اللي ما عليها لوجو او اسم صاحب الصورة، لانه ممكن في مرات في ناس بحطوا اسم من تحت هيك على الزاوية او من فوق، ممكن يعمل لك مشاكل فاحنا بغنى عنها. شوف مثلا انت سنن عيد الاضحى، حلو تعمل هيك تطبيق، فكرة حلوة سنن عيد الأضحى. شو في كمان؟ عيد الأضحى عيد الأضحى. طيب الناس شو ما يقول لك أبو لارا بيحكي بس بالأعياد ورمضان. شوف فكرة التطبيق. طيب أدوات، تعال 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 أنا كنت بدي أحكي عنه بس يلا أدوات الذكاء. تعال تعال شفت شو طلعت بالأول كلمة بالبحث؟ شو يا أعزائي يا متابعين قناة أبو العافية ومتابعين أبو لارا؟ أدوات الذكاء الاصطناعي، وأنا حكيت عنها بهيك مرة أكتب كومنت يا أخي اعمل تطبيق عن أدوات الذكاء الاصطناعي. شو كيف يعني؟ أنا بقول لك كيف يعني؟ صار عندنا أدوات ذكاء اصطناعي بالهبل، بديش أقول لك بالملايين عشان ما أكون كذاب، بالآلاف. اعمل تطبيق عن أدوات الذكاء الاصطناعي تمام، واشرح كل أداة واعمل رابط لهي الأداة بحيث إنه الشخص اللي بده يضغط هاي الأداة يروح على موقع الأداة واكتب بالتطبيق تبعك إخلاء مسؤولين، إحنا ما إن إحنا لا نتبنى هذه الأمور أو لا نتبنى هذا التطبيق، هو فقط أداة أو مساعدة ل شروحات الذكاء الاصطناعي. وتعرف الذكاء الاصطناعي يعني ليش احكي كثير، المهم انا بدي اقول لك اختار ادوات الذكاء الاصطناعي. تعال ما تنسى هذول ممكن تستغلهم يا عزيزي بالوصف. ادوات الذكاء الاصطناعي، في واحد على فكره اللي مش صدقني عامل تطبيق، انا كيف جبت الفكره من واحد اجنبي عامل تطبيق اسمه AI assistant على ما اعتقد او AI kit مش عارف، فمش نخلي اداة ذكاء اصطناعي الا ما حطيتها بتطبيقه، وعامل رابط لكل اداة بحيث انه المستخدم يضغط يروح على هذا الـ هاي الـ هذا الـ الموقع اللي بيشرح ان شاء الله اصلا ما يشرح اللي هو مثلا شات جي بي تي، جيميني، كوبايلوت، كثير كثير، ليوناردو. شو بحكي لكم ادوات ذكاء كثير كثير، ادوات ذكاء اصطناعي، ليناردو، كلاود 3. المهم شوف مثلا جيران شو اعطاك، جميع ادوات الذكاء الاصطناعي في موقع واحد فيك تاخذها وتحطها بالوصف عندك. ادوات الذكاء الاصطناعي المجانيه، ادوات الذكاء الاصطناعي بي دي اف، ادوات الذكاء الاصطناعي للسوق، ما هب ودب. المهم خلينا ننزل نشوف البحث related services searches. شوف هدول ممكن تستغلني يا عزيزي. هلا انا عشان اكون صريح معك ما جربت هذا التطبيق، ولكن انا بحسه تطبيق حيمرق على جوجل، ولانه فكرة حلوة وفكرة ممكن تعمله بالاجنبي، انت تسميه AI assistant، AI guide، ولكن guide مش تطبيقات guide اللي نحن بنعرفها، ولكن AI guide تحط تطبيقات الذكاء الاصطناعي او ادوات الذكاء الاصطناعي او AI tips مثلا، فيك تعمل AI tips، كثير امور انت ممكن تفكر فيها. وبالعربي بالعربي كثير ممتاز. فهاي هي اصدقائي الفكرة اللي انا اشتغلت عليها خلال شهر رمضان المبارك، وقبل شهر رمضان المبارك اشتغلت عليها من شهر 12
عملت تطبيقات عن رمضان، واستغليت الترند، واستغليت البحث، واستغليت الأمور الكثير اللي حكيت فيها بالفيديو. مشان بعرف طولت عليكم، بعرف طولت عليكم بفيديوهات أنا كان لازم أشرحها، ولكن صدقا 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 بسبب انشغالي في الحياة بشكل عام وشغلي بشكل عام وأمور كثيرة بحياتي، إن شاء الله يعني بحاول كل فترة أمرق فيديو يفيدكم ويفيد الجميع بإذن الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، واتمنوا لي الخير، الله يرزقكم ويرزقنا، الحمد لله رب العالمين. دائما نقول الحمد لله، كل عوض برب الفلق طبعا لأنه السادة كثير. اتمنوا لي كل خير، وأنا بالنسبة للناس اللي برفض بوستات على موبيزي، مش لأنه أنا بحب أرفض، ولكن بشوف مثلا AI tools سوري فالموضوع مش إنه أنا بحب أرفض بوستات، ولكن بعض الأمور ما بنحب نرجع عندك نكررها بالجروب لأنه مجاب عليها سابقا في بوستات سابقة. فأنت فيك تبحث بالجروب من فوق على كلمة البحث عن الموضوع اللي بتسأل عنه وتلاقي جوابها بالجروب إن شاء الله. شكرا لكم، ولكم مني كل تحياتي، وكان معكم أبو لارا من قناة العاتبة التقنية. دمتم على خير وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونلقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.